الموضوع ده هيقولوا لي يا طارق انت كان الدكتور سيد كان موجود وما سالتش الاسئله اللي احنا قلنا لك عليها. هرجع للاسئله الموارد الاقتصاديه للنقابه. النقابه عندها استثمارات هائله، ليه ما يكونش النقابه زي ما قالوا لي، قالوا لي المبنى الرئيسي للنقابه ليه ما يطرحش في مناقصه عامه زي نظام البي او تي، يدخل احد المستثمرين اي شركات ايا ما كانت، او النادي نادي زراعين الموجودين في الدقي في مكان حاجه ملهاش حل، يدخل بالاستثمار يهد المبنى ويبني تاني مبنى تجاري كبير جدا بنظام البي او تي، نظام 25 سنه، النقابه تدخل لها فلوس والمستثمر يدخل له فلوس وتبقى اصول ثابته بعد مده معينه هترجع للنقابه. ثانيا عندكم بقى، خليني انا اقول لك اسم ماهر ابو جبل. ماهر ابو جبل حد شاطر قوي وعضو النقابه، انا بشوفه في المعارض شاطر وعنده فرصه كويسه جدا للتعامل مع الشركات. لماذا لا يتم الاستفاده من جهود ماهر ابو جبل وغيره لتعظيم الموارد الاقتصاديه للنقابه؟ خليني برضو اذكر نفسي واذكر السادة المشاهدين، نقابه المهنه الزراعيه لما انشئت سنه 1944 كان مقرها امام مسجد جركس امام وزاره الاوقاف الحاليه، ثم نقلت الى شارع الجنينه بجنب سور الازبكيه، وخصص لها مجلس الوزراء في 6 اغسطس سنه 50 2000 متر اللي هو مقر النقابة الحالي، وتم وضع حجر الأساس في نوفمبر 1953. واللي صمم هذا المبنى في هذا المكان يعني استشاري عظيم جدا مصري، المهندس الاستشاري محمود لطفي، وأول حمام سباحة من أقدم حمامات السباحة اللي انشأت في مصر كانت في مقر نقابه المهن الزراعيه اللي اصبح الان مش موجود سنه 1957. اترادم وتعمل قاعه افراح. لما اتكلم على اصول النقابه، نقابه المهن الزراعيه من اغنى النقابات التي تمتلك اصول. لما يبقى عندي 27 مقر في كل محافظه في مقر، لما يبقى عندي انديه زراعيه في كل المحافظات وفي المراكز وفي المراكز الاداريه. ولكن خليني احترف واقول الاداره الذاتيه لأصول النقابة بالنقابة إدارة غير رشيدة، خليني أعترف بكده. وبالتالي الزميل اللي كان بيسأل أو الزملاء اللي بيسألوا طب إحنا فين من الاستثمار بتاع هذه الأصول وهل في حصر للأصول؟ بقول هناك حصر، لأن إحنا خاضعين للجهاز المركزي في 30/6 من كل عام لابد يبقى عندك جرد للأصول بتاعتك وعندك محاضر ليها وبراجعها جهاز. ولكن حتى العقود اللي هي لهذه الأندية، وعايز اقول واكون صريح اكتر، انه بعض هذه الاندية يعني ادارتها غير رشيدة وغير سليمة، وقد تدار كانت عن طريق بعض افراد معينين. لا، دلوقتي اي عقد بينتهي بنراجع كل العقود بتاعت كل الاصول بتاعت النقابة. بعض هذه على سبيل المثال في بني سويف، ويسمعوني زمان في بني سويف، النهاردة كان عندنا محلين بس، كان محل متأجر ب10,000 ومحل كان عليه مشكلة، المحل اللي كان عليه مشكلة خلصت ومتأجر النهاردة ب39,000 جنيه. أنا لما أزيد عندي واستغل الموارد استغلال أمثل هتزود عندي الدخل، هقدر أدفع. بما إن حضرتك جبت سيرة بني سويف، ندخل على المنيا جنبها في عمارة هناك بتاعة النقابة، هل القانون يسمح لأعضاء النقابة بإنه يتعاملوا مع النقابة تأجيرا أو بيعا؟ لا، خليني اقول لحضرتك اتفضل. ويمكن الموضوع ده انت صرته قبل كده بس في فرصه والدكتور سيد معايا. في عماره ملك النقابه وفي منطقه متميزه جدا في المنيا، وفيها شقق مأجره لبعض زمايلنا المهندسين الزراعيين، وتم رفع الايجار عليهم، وكان في قضايا لطرد وطعن عليها الى اخره. ولكن حاليا في تقريبا 3 شقق او 4 لما اتذكر فاضيين، تم الاعلان عنهم بالاجراءات القانونيه وتم تاجيل المزاد، والمزاد ما وصلش للقيمه التقديريه اللي محطوطه وتاجل. والنهارده دلوقتي في جلسه المزاد الثانيه لهذا الشغل. طب هل من المنطق، هل من المنطق احد الساده اعضاء النقابه بدون ذكر اسمه ياخد شقه بمبلغ زهيد وانا مش عارف اقبض الناس معاشاتهم؟ انا عشان برضو اكون صريح معاك كعادتي ومع كل الناس، أنا كعضو مجلس نقابة أو كمسؤول في النقابة لازم أنأى بنفسي عن كل ما يتعلق بالشأن النقابي وأنا مسؤول داخل النقابة. يعني معنى كده أنا ما لقيتش بنفسي. ثانيا حاجة تانية، خلينا بقى ندخل على الحتة التانية، عارف مش عاوز أدخل معاك في الحتة دي. ثانيا قانون النقابة بيقول أحد الأعضاء لو لم يحضر
للنقابة 3 جلسات على حد علمي. ايه الاجراء اللي يتم قصاده؟ 3 جلسات بدون عذر. بدون عذر. انما هو بيقدم عذر. نعديها تحصل في المضمار. انا دكتور سيد مش قادر اقول له اكتر من كده، لكن ازاي قيادي بدون اسامي عشان ما نشخصنش الموضوع ما بيحضرش وبيقبض البدلات بتاعته وبيبعت عذر بقى، ده انا اصلا صباع رجلي بوجعني، اصلا النهارده مزنوق شويه مش قادر اجي.